سأختار قلت ستيل ثم أضغط على كوداج وبعدها أختار الرمز الذي يناسبني. مثلا هنا أختار هذه العلامة. دونك لاحظوا معي لقد قمت بتحديد رمز يبين بأن هذا المثلث المتواجد على اليسار بطبيعة الحال هو عبارة عن مثلث متساوي الساقين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة. نحن دائما بصدد تقديم مجموعة من الحلقات الخاصة بتعلم الجوجبرا. سبق لي أن قمت بفيديو خاص بتحميل البرنامج الخاص بالجوجبرا من الموقع الرسمي، وكذلك حلقة أخرى قمنا من خلالها بتثبيت هذا البرنامج على الحاسوب، وكذلك قمنا بالتعرف على واجهة الجوجبرا. قلنا بأننا حصلنا هنا على نافذتين، نافذة خاصة بالجبر ونافذة خاصة بالجرافيك. دونك مثل ما فعلنا في الحصة الماضية سنقوم بإخفاء ليزاكس المحاور ثم كذلك إخفاء هذه الشبكة. دونك عن طريق هذه الأزرار التي تلاحظونها هنا شريط الأدوات الخاص بالجوجبرا دونك يمكننا إنشاء نقطة مثلا دونك عبر الضغط هنا دونك بوان نجد بوان بوان سور اوبجي ليبيري او بيان لي ان بوان انترسيكسيون ميليو نوم كومبلكس اكستريموم اي راسي. دونك بطبيعة الحال بالنسبة للسادة الأساتذة الذين يفضلون الاشتغال باللغة العربية يمكنهم فعل ذلك عن طريق الضغط هنا على اوبسيون ثم بعد ذلك الذهاب إلى لونغ ثم اختيار اللغة العربية. مثلا العربية بالنسبة لنا، من يريد الاشتغال باللغة الألمانية مثلا أو اللغة الهولندية إلى آخره. كذلك هناك بعض اللغات الأخرى مثلا اللغة الإنجليزية، كذلك اللغة الفرنسية التي أشتغل بها الآن، اللغة الإيطالية، اللغة الإسبانية إلى آخره. دونك انا ساستغل يعني احبذ الاشتغال باللغه الفرنسيه. وبالنسبه لكم يمكنكم في التعليقات مثلا الاشاره الى اللغه التي تحبذون الاشتغال عليها في الجوجبرا. دونك قلت بانني ساقوم بانشاء نقطه، دونك مثلا هنا هذه النقطه ا، وكذلك سنقوم بانشاء النقطه ب. دونك يمكننا الرجوع الى هذا السهم، دونك هذا السهم الذي عبره يمكننا تحريك النقط نقطة A وتحريك النقطة B. دونك أول شيء يمكن القيام به في الرياضيات هو مثلا إذا كنت أرغب في تحديد نقطة مثلا M، دونك لا أسميها A، دونك لا أرغب بتسمية هذه النقطة A وإنما أرغب بتسميتها مثلا النقطة M. دونك يكفي هنا الضغط بالزر الأيمن للفأرة على النقطة A بطبيعة الحال، وستظهر لي هذه القائمة هنا يمكن الاختيار غونومي. دونك من هذه القائمة من هذا الاختيار أضغط على غونومي وتظهر لي هذه النافذة التي ترونها هنا. دونك نوفو نو، دونك نوفو نو بور لو بوين ا، دونك ساختار اسم جديد بالنسبة للنقطة ا. دونك بطبيعة الحال هنا يمكننا إظهار لوحة المفاتيح الوهمية هنا كلافي فيرتويال الخاص بالجوجبرا بطبيعة الحال. دونك يمكننا الاشتغال على هذه اللوحة. دونك مثلا هنا أرغب بسحب أو مسح النقطة ا، دونك هنا سأضغط على هذا السهم وبطبيعة الحال يمكنني الضغط على الماجيسكول ثم أختار النقطة التي أرغب بها. مثلا هنا أرغب بإدخال النقطة ثم أضغط على أوكي. نفس الشيء يمكنني القيام به. يمكنني الآن استدعاء لوحة المفاتيح الخاصة بالويندوز. دونك أنا أحبذ الاشتغال بهذه اللوحة لأنها تناسبني أحسن من اللوحة الأخرى. دونك هنا مثلا قلت بأنني سأضغط على النقطة بي، سأضغط عندما أضغط على النقطة بي تظهر لي هذه القائمة، وكذلك سأختار غونومي وأختار اسم لهذه النقطة. سأقوم بإغلاق لوحة المفاتيح الخاصة بالجوجبرا وأستغل لوحة المفاتيح الخاصة بالويندوز. دونك هنا سأمسح بطبيعة الحال النقطة بي ثم أضغط مثلا على نقطة أخرى مثلا نسميها نقطة بي، وهكذا ستكون لدينا هنا نقطتان M و M و B. مثلا يمكننا إنشاء القطعة المارة أو التي طرفها M و B. دونك هنا سنذهب إلى القائمة الثانية ثم نجد فيها دغوات. دونك إذا كنا نرغب بإنشاء مستقيم يمر من النقطتين M و B، كذلك إذا كنا نرغب بإنشاء قطعة طرفها M و B، إذا كنا هنا نرغب بإنشاء قطعة وطولها معلوم. دونك هنا سنحتاج فقط إلى نقطة واحدة دونك سيمكننا تجربها. دونك عندما أضغط على M مثلا لاحظوا ماذا سيحدث، نحصل على نافذة جديدة وتطلب منا إدخال طول هذه القطعة التي نرغب بإنشائها. أما إذا كنت أرغب بإنشاء القطعة الرابطة بين M و P
فيكفي التيار الثاني من هذه القاعدة. كذلك يمكنني إنشاء دمي دوات نصف مستقيم لينبريزي بخط منكسر ثم فيكتور متجهة أو ممثل لهذه المتجهة أو بريزونت. الملاحظة التي نلاحظها هنا هي أن الجوجبرا قام بتسمية هذه القطعة MP قام بتسميتها F. دونك مثلا بالنسبة للأشكال الهندسية نحبذ مثلا عدم ظهور هذا الاسم الخاص بها القطعة، دونك نترك فقط النقطتان M و P ولا نرغب بظهور هذا الحرف مثلا الذي هو F. دونك هنا لدينا عدة طرق لإخفائه، دونك إما بالضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم اختار Official Etiquette، دونك ثم لاحظوا معي فإنها ستختفي. إذا قمت بإعادة الضغط مرة أخرى وضغطت على Official Etiquette ستظهر مرة أخرى. كذلك يمكنني إخفاؤها عن طريق الجاب، دونك هذه النافذة أذهب إلى الجاب ثم أضغط بالزر الأيمن للفأرة وبعدها أضغط على Official Etiquette. إذا كنت أرغب منذ البداية بعدم ظهور هذه الحروف سأذهب إلى Option ثم Etiquetage، دونك الخيار الثاني، وبعدها سأضغط على الخيار الأخير هنا Seulement Nouveau Point. Seulement les nouveaux points هما اللي غادي يتسموا بطبيعه الحال. مثلا ساضغطه. دونك لاحظوا الان ساقوم بمسح هذه القطعه. لمسحها يمكنني الضغط بالزر الايمن للفاره ثم اضغط على افاصي، او اذهب الى الجبر كذلك واضغط بالزر الايمن للفاره. دونك هنا ساعود الى الوراء انيولي واضغط بالزر الايمن للفاره واقوم بالضغط على افاصي ثم سامسح. لاحظوا الان عندما اعود الى القطعه وأنشئها من جديد MP فإنني سأحصل على القطعة بدون اسم، دونك الاسم هنا يظهر في القائمة على اليسار في القائمة الخاصة بالجبر لكنه لا يظهر في جرافيك. يمكننا الاستمرار، دونك نريد مثلا إنشاء مثلث متساوي الساقين. مثلث متساوي الساقين بطبيعة الحال أحد أضلاعه هو MP. دونك هنا سنذهب إلى الدائرة، دونك نختار من هذه القائمة، دونك بطبيعة الحال سنختار القائمة الخاصة بساكل غيون، سأختار الخيار الثاني. يمكننا في حلقات مقبلة إن شاء الله التحدث حول باقي الاختيارات. دونك سأختار ساكل غيون، دونك سأضغط على M وستخرج لنا نافذة تطلب منا إدخال الشعاع. دونك هنا سأعود إلى لوحة المفاتيح الخاصة بي وأضغط على شعاع. مثلا نعلم أن الشعاع يجب أن يتجاوز نصف طول القطعة، يعني حتى يكون هناك تقاطع بين الدائرتين يجب أن يكون شعاع هذه الدائرة التي سأرسمها يتجاوز نصف طول القطعة MP. دونك هنا يمكنني الضغط على MP، دونك يمكنني كتابة MP ثم أضيف لها زائد ثم اختار قيمة معينة مثلا زائد 2 او زائد 3 الى اخره. دونك ثم ساحتفظ بهذه القيمة حتى استعملها، هذه القيمة ساستعملها في حتى استعملها في الدائرة الثانية. دونك لاحظوا هنا قمت بانشاء دائرة، ساعود مرة اخرى الى نفس القائمة واضغط هذه المرة على النقطة B. كذلك ستخرج لنا هذه النافذة وسندخل نفس الشيء، دونك MP زائد 2. لاحظوا الآن حصلت على دائرتين، الدائرة الأولى شعاعها مركزها M وشعاعها MP زائد 2، والدائرة الثانية هي الدائرة التي مركزها P وشعاعها كذلك MP زائد 2. نريد الآن تحديد نقطتي التقاطع، دونك لاحظوا بأن هاتين الدائرتان تتقاطعان في نقطتين مختلفتين. دونك هنا سنعود إلى A ونضغط على Intersection. دونك للضغط للحصول على نقط تقاطع يمكننا الضغط مباشرة على الدائرة C هنا في الجبر والدائرة D. دونك لاحظوا سأحصل على النقطتين التي هما A و B. وكذلك دونك سأعود إلى الوراء، سأعود إلى الخلف لأحصل على التقاطع بطريقة أخرى. دونك هنا أضغط على Intersection ولا أستعمل القائمة الموجودة في الألجبر ولكن أستعمل الدائرتين معا. دونك هنا أضغط على الدائرة الأولى والدائرة الثانية، لاحظوا حصلت على نقطتين A و B. كذلك يمكنني القيام بطريقة أخرى لحصول على التقاطع دائما، أضغط على Intersection وهذه المرة سأضغط في نقطة الأولى نقطة A وبعدها سأضغط على النقطة الثانية التي هي النقطة B. سأعود إلى القطعة Segment ثم أربط بين النقطة A والنقطة M وبعدها بين النقطة A والنقطة B. الآن لا نرغب بظهور هذه الدوائر، دونك سنقوم بإخفائها. دونك سأعود إلى الجبر، هنا سأضغط على C وبعدها أضغط على D ثم يمكنني كذلك إخفاء النقطة B. يمكننا تحريك بطبيعة الحال
النقاط M و P. دونك هنا لكي نبين بأن المثلث الذي قمنا برسمه هو مثلث متساوي الساقين سنضغط مرتين، دونك المرة الأولى على الجي ثم المرة الثانية على H، دونك سنضغط عليهما معا وسنقوم بتحديد رمز أو بتقديم رمز يبين بأن القطعتين لهما نفس الطول. دونك هنا سنستدعي، سأقوم باستدعاء لوحة المفاتيح حتى يظهر لنا جميعا كيف سنقوم بهذه العملية. دونك هنا سأضغط على كنترول وبعدها سأقوم بالضغط على القطعة الأولى الجي ثم القطعة الثانية التي هي H. بعد ذلك سأضغط بالزر الأيمن للفأرة وأضغط على بروبريتي. ستظهر لنا قائمة جديدة على اليمين عفوا، دونك هنا ستظهر لي قائمة جديدة. سأختار من بينها ستيل وسأنتظر إلى حين ظهور هذه القائمة وهذه النافذة. دونك سأختار قلت ستيل ثم أضغط على كوداج وبعدها أختار الرمز الذي يناسبني، مثلا هنا أختار هذه العلامة. دونك لاحظوا معي لقد قمت بتحديد رمز يبين بأن هذا المثلث المتواجد على اليسار بطبيعة الحال هو عبارة عن مثلث متساوي الساقين. يمكننا فعل نفس الأمر مع الزاويتين، دونك الزاوية M والزاوية P بطبيعة الحال. الزاوية M والزاوية P هما زاويتان متقيستان، دونك سنذهب إلى الزاوية رمز الزاوية ونختار الخيار الأول أونجل ثم نضغط على P وبعدها على M ثم على A. دونك هنا حصلت على الزاوية الأولى، هذه الزاوية، وبعدها نفعل نفس الشيء، سأعود إلى الزاوية ثم أضغط على الزاوية الثانية. دونك هنا أضغط على الزاوية A وبعدها على الزاوية B ثم على الزاوية أضغط على النقطة A ثم النقطة B ثم النقطة M. دونك هنا حصلت على زاويتين، دونك الزاوية الأولى تسمى ألفا والزاوية بيتا تسمى والزاوية الثانية تسمى بيتا، وتلاحظون معي هنا بأن الزاويتين لهما نفس القياس. هنا سنفعل نفس الشيء، دونك سأذهب إلى لوحة المفاتيح الخاصة بي ثم أضغط على كنترول وأضغط على الزاويتين ألفا وبيتا وبعدها سأضغط بالزر الأيمن للفأرة وأحصل على هذه القائمة على اليمين. كذلك دائما في ستيل، دونك هنا يمكنكم اختيار اللون، دونك اللون مثلا سأختار اللون الأحمر opacity. دونك هنا سأختار من هذه القائمة ستيل لكي أقوم بإعطاء نفس الرمز للزاويتين معا لأنهما زاويتان متقيستان. مثلا لاحظوا معي حصلت على هذا الرمز الذي يتوفر هنا على ثلاث أقواس أظن. يمكننا تغيير اللون، يمكننا هنا إضعاف الخط الظاهر في الصورة. كذلك يمكننا تغيير الأوباسيتي يعني تعتيم هذا اللون. يمكننا التحكم في الحجم، دونك يمكنني تكبير هذه الرموز أو تصغيرها. كذلك يمكننا الاحتفاظ برمز الزاوية، دونك هنا سنحتفظ مثلا بألفا فقط وبيتا، وكذلك يمكننا الاحتفاظ بالقياس أو يمكننا إخفاء الحرف والقياس، يعني إخفاء الزاوية قياسها واسمها مع أنه هنا أفيشي الاتيكات. دونك مثل ما فعلنا سابقا يمكننا الضغط بالزر الأيمن للفأرة وبعدها الضغط على أفيشي الاتيكات، دونك لاحظوا هنا قمت بإخفائهما. يمكنني إعادة إظهارهما عن طريق هذه القائمة هنا، وكذلك يمكنني الضغط على نون، دونك أفيشي لو نون سولمون، دونك سأقوم بإظهار فقط الاسم، دونك هنا ألفا وبيتا. يمكنني إظهار فقط لا فالور القيمة 71.71 درجة. كذلك يمكننا إضافة اون ليجوند، دونك هنا ليجوند يمكننا إضافتها، سنتحدث عن ذلك مستقبلا إن شاء الله. ليجوند اي اي فالور، دونك هنا سأحتفظ ب لو نون اي اي لا فالور أو يمكننا إخفاؤهما معا. يمكننا كذلك تحديد هنا في النقطة A تحديد تقاطع الدائرتين، دونك عن طريق الضغط بالزر الأيمن للفأرة حول النقطة A وبازيك الخانة الأولى هنا الاختيار الأول. دونك لاحظوا عندما سأضغط على هذا الخيار أفيشي لي تراسي دانتيرسيكسيون هنا سيظهر لدي قوسان، دونك هذا القوس الأول يرمز للدائرة الأولى التي قمنا برسمها انطلاقا من النقطة P
والقوس الأخرى ترمزوا للدائرة التي قمنا رسمها انطلاقا من النقطة. وهكذا نكون قد رسمنا مثلثا متساوي الساقين باستعمال الجيوجبرا بطبيعة الحال، مع إضافة الرموز أو الترميز المناسب. الترميز هناك ترميز خاص بالأضلاع، ضلعان متقيسان، وهناك ترميز خاص بالزاويتين، دونك زاويتان متقيستان. كي يمكننا تصديره، دونك اكسبورتي، اون فال اكسبورتي سو فورم دي ايماج بيان دون باج اتش تي ام ال او بيان دان غرافيك اون جيف انيمي مثلا. يمكننا تصديره الى صوره بي ان جي. دونك هنا نختار لو فورما المناسب. دونك هنا يمكنكم اختيار بي دي اف، بورتابل دوكيمون فورما، دونك ان فورما بورتابل بي دي اف. يمكنكم اختيار السلم ليشيل اون سنتيمتر بطبيعه الحال. دونك اكسبورتي لي تيكست كوم ايماج. دونك اذا كانت هناك نصوص يمكننا تصديرها على شكل مثلا على شكل صوره، دونك ثم اضغط على سوفغاردي. عندما اضغط على سوفغاردي تخرج لي هذه النافذه وتطلب مني الملف او المجلد الذي ساقوم باستعماله من اجل الاحتفاظ بهذا الرسم. دونك هنا يمكن اختيار لو بيرو مثلا، ثم اعطاء اسم خاص بهذا الرسم واضغط على سوفغاردي. بعدها ساذهب الى سطح المكتب الخاص بي. بعدها سأذهب إلى سطح المكتب الخاص بي لأحصل على هذا الملف. دونك هو عبارة عن ملف PDF بطبيعة الحال، وتلاحظون بأنني حصلت على هذا الرسم الذي قمت بإنشائه عبر الجوجبرا. دونك هنا يمكنكم تكبير الصورة بطبيعة الحال. دونك لاحظوا معي حصلنا على صورة أنيقة للمثلث MPA، المثلث المتساوي الساقين فيها. دونك شكرا لكم والى فرصة مقبلة بحول الله. دونك يمكنكم ترك الأسئلة الخاصة بالجوجبرا في التعليق الخاصة بهذا الفيديو.